طيب احنا هنعمل دلوقتي، احنا عايزين نقول كمان معلومه عن سد الحنك اللي هو كان بيتعمل زمان جدا ايام الحكم الفاطمي، وكمان الاتراك والمماليك كانوا بيحبوه جدا، وهي كانت اكله دسمه، ولما بياكلوها محدش فيهم بيعرف ينام الا بعدها بفتره كبيره. فانتوا مش هتناموا النهارده، اكنها كافيين. لا انا على السريع بنام. صح. لا انا ما بيفرقش معايا. ما شاء الله، عشان البنت ما تحسيتش، عشان انا نفسي ابقى كده. يعني انت مثلي الاعلى في الموضوع، مثلي الاعلى في الموضوع ده. الاعلي بطل يعرف. الاعلي. طيب يلا يلا عنجد. يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل البرام الكشري الاصفر مع البيض المدحرج بالسمنه واللبن والقشطه وجرايم كتير جدا. يلا. تعالوا نقول المقادير. هو رز مصري مغسول، عدس كمان مغسول، مرقة فراخ أو مرقة خضار، ولبن كامل الدسم، وملح وفلفل وسمنة وقشطة، وبيض مسلوق وسمنة كمان عشان ندحرك فيها البيض. أوكي أنا موافقة. أنت موافقة؟ هلا هو يعني بيكون رز. قبل ما تجهز بقى الأكلة الحلوة دي قولي لي رند، إيه الأكلة القديمة عندكم؟ طب ثانية، كانت بتقول حاجة، بتقولي عم نحط فيها بيض إيه؟ لا كنت بسألك إذا بتحط فيها بيض. لا هلا بشوف برا. برا البيض. أوكي يلا قولي لي. لا أنا فاكرة إنها بتقول لك حاجة على البرام وأنت جبت البرام على طول. إيه الأكلات اللي زمان عندكم إن أنتوا لسه محتفظين بيها وبتحبيها ولحد دلوقتي أنت بتعمليها؟ إشي قديم بنعمله هلا. اسمع رح تضحكي علي هلا، هو مش إشي كثير قديم بس في إشي أنا بذكرني بأيام عن جد طفولتي. بطفولتي أنا، هلا أنا نص قديمة يعني رح أعيد. كلنا فينا النص. 42 دخلة 43 مشاهدينا، 42 دخلة 43. احنا خلاص قرب عيد ميلادي، هنطلع لراند بطاقة من كتر ما عرفنا اسمها سنها. المهم أنا بتذكر عيد ميلادك قرب؟ ب 6/11 يعني كمان شهر تقريبا. طيب انا قبل ما ترغوا هجيب ايه؟ شويه سمنه وهدهن بيها كل القالب ده. يلا. ماشي. وبعدين شفتي قد ايه سمنه؟ شفتي موتني. امال ايه يعني يلزق؟ لا طبعا ما ينفعش. ماشي موت عادي. ستي عادات التقاليد المصريه القديمه الاصيله لازم معاهم طبعا. وهنزل رز. ماشي. وكمان معاه عدس اصفر. كله فوق بعض. كله فوق بعض. أوكي. ماشي. كمان يلا بسرعه بدي اجاوب. الميزه دي في الاكله دي بقى بتستوي بسرعه جدا. جدا. وملح وفلفل وبس كده يا استاذه رند. احكي هلا. يلا انا هقلبه وانت احكي. المهم نرجع نحكي الموضوع. انا بتذكر اعياد ميلادي وسمنه كمان وهقلب. بتذكر كان في طبعا بيعملوا كل انواع المعجنات، تبوله ويلنجي، كل شيء بيخطر ببالك يعني. موالح ممكن ينحط بس الكيك الرئيسيه كانوا يعملوا الجلو. جلي. احنا بنقول له جلو. بس مش انه خلص بيحطوه خلص بالصحن وخلصنا، كانوا يحطوا فيه فواكه. اللي هي الموز والفراوله ايش ما كان. انا لحديت هلا بعمله، وكل مره باكله بتذكر بيتنا القديم لما كانوا اهلي يعملوا لي عيد ميلاد. خلص انت قلبك ارتبط بقى بالايه؟ بالذكريات الحلوه دي، فعلى طول بتحبي فعليا لهلا بحبها. اما بالنسبه للاكلات القديمه عن جد لاهلينا، مثلا بحب اكل الكشك. الكشك. الكشك فعلا من الاكلات المصريه اللي لحد دلوقتي. الكشك كل بتاعهم غير الكشك احنا بتاعنا. بتعملوه برز ولا بالفول؟ انت عارفه ان في ناس عندنا لا غير... مش بتاعهم، مش زينا خالص، حاجه ثانيه خالص. شيء مختلف تماما يعني. ما بعرفش كيف انا اعمله لانه عن جد عماتي بيعملوه، ماما الله يخليها بتعمل لي اياه. بس بحبه كثير. في شيء عندنا اسمه عدس برقاق. هذا كمان شوربه العدس البايته العاديه بايته يعني. خلصنا من امبارح شربنا. بتقلها ماما وبتجيب شرايح عجين رقاق يعني، زي كيف مبدا الفوتوتشيني هيك، بتكون عريضه مبسطه، بترميها فيها، بتعمل معاها قطحه بصل سماق وبقدونس. وانتو حاجه تحفه كده. اسمعي بتجهي. يمكن كل حدا انه ايه انت ايش؟ لا العدس بيبقى تحفه. انا بموت على العدس كثير بحبه. طب انت قولي لي ايش اكثر شيء من اكلات زمان بتحبيه؟ انا بحب الكشك جدا. الكشك ده يعني كانت بس جدتي اللي بتعمله، بس انا طبعا ابتديت اعمله تاني لان ساعات بيبقى الواحد نفسه في حاجات زمان كده. بتحني. انت عايز تعمل حاجه قوله بعد كده. هعمل ايه دلوقتي؟ احط شويه مرقه. ماشي. لحد ما الرز كده يتشرب شويه، وكمان نحط بقى الباقي لبن. بصوا بتغطيها للاخر. انا بعمله مش للاخر بس اللي هو تبقى فيه عقله صباع. وهنزل بس اللازق فوق ده كده اهو. واحط ايه تاني؟ قشطه.
اول مره اعرف ان هو ممكن يتعمل باللبن. انا بعمله كده بالظبط بس من غير لبن. لا اللبن بقى خطير. ما هو ده بقى برام مش عادي. ماشي. وقشطه كتير وكمان شويه سمنه صغيرين. عشان ايه؟ سمنه فوق وسمنه تحت. كله سمنه في كل حته. حبه فوق وحبه تحت. بص المنظر اصلا شكله هو ني عايز يتاكل برضه. ماشي. هدخله الفرن لحد ما يستوي. هسيبه شويه الاول على النار ولا لا؟ لا لا هيدخل على الفرن على طول مفيش نار. هو كمان سهل قوي صح؟ شكله واضح. مفيش بياخد 10 دقائق او 12 دقيقه صح يا عم؟ تعالوا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ ندحرج البيض. يلا. ماشي؟ اتدحرج واجري يا رمان. ماشي هرجع دول ورا. بتدحرج البيض بس بدون ولا اي شيء؟ هو ملح وفلفل بس وسمنه. وسمنه اوكي. بس كده او زبده براحتك يعني. اوكي. انا بحب البيض لحاله هيك. لا ما بحب اسمه. بحب اكل هاي زي ما هي. ده لازم يتدحرج. بتاع الكشري ده نحطه في الرز. بيحطه في الرز او جنبه. طعمه تحفه. وعارفه بعمل ايه للبيض ده؟ انا بعمل له زي دقه بالثوم والخل او النعناع او كزبره او اي حاجه من دي واقعد اغطسه فيها وانا باكل. لا انا زعتر مع ملح وفلفل بحبه قوي كده. ما هي اصلا الدقه اللي انت بتقول عليها دي لازم تبقى موجوده مع الاكل سواء مع الطماطم او البتنجان. بالظبط. فانت سيبي شويه منها وخدي فيها كده او في الطبق بتاع البتنجان اتفسي كده البضايه وكليها. بس انا جوعت بقى بجد. بطني عماله تصوصو. انا الصوت يطلع. هلا رح ناكل. صد الحنك ما سد الجوع. انا والله سبتها عشان كده عامله حسابي. بصي بقى انا هنزل هنا اهو برده شويه سمنه حلوين كده وهاخد من الملح والفلفل اللي هنا واحطهم على البيض. كده ملحه شويه صغيرين. طب ليش ما تحط مثلا على نفس السمن الملح والفلفل؟ لا عليهم من هو انا مش عايز كتير يعني. اوكي. بس تمليحه كده. اوكي. ماشي وهنزل ادحرج دلوقتي. انا عايزه اشوف كيف بدحرج. يعني زي بالبلدي كده يحمرهم عادي. اوكي. يعني لفلفل. يلا سيح دي بس. وهنزل على طول. انا بعمل كده عشان يدحرجوا في الملح والفلفل كمان. وينزل يا معلم بس كده. هنسيبهم بقى ونقلبهم كل شويه لحد ما يتدحرجوا. بس هو ده بالظبط كده. بس كده. اما اجيب لكم بقى النجم ده من تحت. بصوا بقى انا محضر لكم طبعا جزر اللي هو الرز المعمر. شايفه اكنه حلويات. سلم ايديك يا عموره حبيبتي. وايه رايك يا مروه في رايي ده؟ انا عايزه اقول لاستاذ راقي تختم دلوقتي بينا. يا اما هتجيب لي طبق دلوقتي حالا وتجيب لي معلقه. عن جد في الستوري. ما هو الفضايح دي احنا بنسيبها للستوري عندي على الانستجرام اهو. لسه ده لسه قدامه شويه عشان يتدحرج. بيكون ملسوع اكنه متعور. متحمر عادي حاجه ممكن. احنا بنعمل زيه نفس الشيء بس شيء اسمه بيض حميم. بس احنا مش حميم. حميم. أوكي. بس مش مقلي او مش مع زيت. بنرميه بالفرن. بس انت بتكلميني وانا عيني حاطاه فين؟ انا بس هنا على فكره انا هذا مش مع الفرن زاكي بس بصير لونه على هيك ازرق على مش عارفه اكنه محروق. ازرق كثير زاكي. ازرق. يعني بس تخليه الفرن بتصير لونه غامق. القشره بتضلها بيضة بس من جوا بكون محروق بشهي كمان. اوكي. عايزاك تحمره قوي. تحمر البيض. انا بحمر قوي البيض بحبه كده وهو محمر قوي. انت عارفه دي مشكله عندي وناس كتير بيقولوا لي ساعات ده غلط. لما باجي احمر الاكل سواء الفراخ او كده لازم اخليها غامقه قوي. اوكي. بحب كده جدا يعني بحب بس غلط ليه يعني هم قصدهم ايه؟ ما اعرفش. بيقولوا ان الغلط لما انت تسيب الحاجه تتحرق قوي على النار. تتحرق؟ لا بس اللي هي مستويه زياده مش غلط. لا لا صحيا يعني مش غلط. كل عزوقك والبس عزوق الناس. بالظبط كده. يا لهوي في شفت بقى مش عاجبه البيض. ما هو ده ابتدى خلاص يشتكي يقول ان عايز اطلع بس لسه شويه. انت عايزاه محروق اكتر؟ ليش انا عايزاه قد هي خلاص حمار. لا هي عايزاه يتعذب اكتر. اتس اوكي. بنعذبه بعد ما نطلع اوف اير عادي يعني. ماشي احنا قربنا خلاص اهو دقيقه بس وهطلعه على طول. ماشي ماشي. طب احنا عملنا ايه النهارده؟ تعالي كده نعمل مراجعه نهائيه. عملنا ايه عشان يقوموا يقلدونا دلوقتي حالا ويعملوا الاكله الحلوه؟ لازم يقلدونا يعملوا البتاع ده عشان بجد خطير. الاكله دي يا جماعه الكشري ده اكله الشتاء معروف عندنا ان احنا بنعمله مرتين في الاسبوع. والله. اكله الشتاء يعني اكله حلوه. العدس ده معروف في الشتاء بيتعمل كتير. وده كمان. بصي بقى عملنا ايه بقى؟ عملنا النهارده اشيك سد حنك هتشوفوه في حياتكم. مش كده ولا ايه؟ صح جملوني شويه. صراحه وزعتي كتير. وعملنا كمان هنا اهو الرز البرام بالعدس الاسكندراني ومعاه صديقه اللدود اللي هو البيض المدحرج طبعا عشان ما فيش برام عدس وبرام كشري اصفر من غير بيض مدحرج. صح ولا ايه؟ صح 100%. كده هنطلع البيض. انا حابب ان انت مش فاهمه ايه اللي بيحصل بس
انت بتقولي صح 100% وخلاص. انا كل شيء بتحكيه صح بالنسبه حياتي انا. يا ويلي يا ويلي يا عيني، فعلا على الريحه الحلوه. يعني يم. ماشي يوم. معلش يا مروه هحمصهم لك اكتر بعد الهوا. مش مشكله. ماشي، انا راضيه بالتحميره دي. انا راضيه، انا بحب فيك ان انت كنوعه وراضيه. و سلم ايديك حمر حبيبتي. اهو كده خلصنا كل حاجه ممكن تتعمل النهارده. ده خلاص، وده هنا هنا سايب ورا سد الحنك بتاعي عشان لما بنقفل ما بلحقش حاجه، فانا سايبه لي ورا. وانتوا معاكم حاجه في المناديل. عارف عمرو سايب ليه؟ هيفتح الكاميرا بعد ما نخلص يقعد يصور اللي انا هعمله. بالظبط. طاقم الكشري بالظبط.